ايه رأي حضرتك في ايفنت النهاردة؟ اولا انا بشكر اللو تي في على دعوتهم الكريمة النهاردة ليا حضور على المنصة. اعتقد ان الايفنت يعني رائع جدا وكان ادى الهدف منه. حاولنا النهاردة من خلال الايفنت ان احنا ننقل خبراتنا لشباب المحامين الجدد. واعتقد ان يكون في استفادة ان شاء الله تكون حصلت النهاردة منه. كان ايه مساهمة حضرتك والموضوعات اللي اتكلمتوا فيها في ايفنت النهاردة على المنصة؟ احنا حاولنا ننقل خبراتنا للمحامين الجدد في بداية العمل، يعني ايه الصعاب اللي ممكن يقابلوها في بداية العمل وازاي يتلافوها وازاي ان هم يتخطوا هذه الصعاب. حاولنا ننقل لهم ايه الايجابيات والسلبيات وايه السمات اللي المفروض يتميزوا بيها في العمل في مجال المحاماة. وإيه اللي حضرتك حابب تشوفه في إيفنت على المنصة المرة الجاية؟ أنا حابب أشوف مود كورت على المنصة. مود كورت تكون حاجة عملية، يعني يتم تقسيم الطلبة المجموعات، وكل المحامين الكبار أو ذوي الخبرة يعني تولوا توجيه المحامين، وتبقى في محاكمة علنية على المنصة. مرسي لحضرتك.